سيد العبادي يبدو أسقط في يده، يعني حقيقة سيد العبادي مسيرته في الآونة الأخيرة وجد نفسه داخل فخ كبير من قادة الأحزاب، ووجد نفسه داخل تيار شديد من قبل عناصر موالية للخارج. وسيد العبادي صدم كثيرا وهو يحاول أن يكافح الفساد، لكن في المجال الأخير في اللحظات الأخيرة وجد أنه يعمل لوحده. لماذا أخفق العبادي في محاربة ملف الفساد في العراق؟ لأن أغلب حيتان الفساد تحيط به في الحكومة والأحزاب، فكيف لا يخفق؟ ولصوص الدار هم الذين يسرقون الدار، ماذا يفعل صاحب الدار؟ ماذا يفعل؟ إضافة إلى أن هؤلاء اللصوص يشعرون بدعم ويشعرون بقوة من الدول الخارجية التي تجعل العبادي أحيانا مكتوف الأيدي أو مترددا في كثير من الأحيان. لذلك نجده بدأ يهيئ كما نقول في الإعلام استباق للتعبئة، استباق لحملة إعلامية لأسوأ الظروف. والعبادي أمام ضغط أمريكي وأمام ضغط إيراني، صحيح. ولكن السيد العبادي لو وضعنا ذلك في كفتي ميزان سنجد أن العبادي أمريكي أكثر مما هو إيراني، على الرغم من أنه عضو قيادي في حزب الدعوة التابع لإيران.